بسم الله الرحمن الرحيم. حل مجموعة التمارين 1-6 للجبر الخطي لقسم الرياضيات في كلية العلوم، في كلية علوم الحاسب والرياضيات في جامعة ذيقار. الواجب اللي انطيناه الأسئلة هنا exercise 1-8 solve system by inverting the coefficient matrix and using theorem 1-6-2. طبعا المراجعة على الثيورم انه احنا اولا عندنا نظام اي اكس يساوي بي، فاذا ضربنا الاي انفيرس في الطرفين، يعني نضرب الطرفين في اي انفيرس من هاي الجهه، هذه معادله، ومن نضرب الاي انفيرس من هذه الجهه، فراح يصير عندي الاتي، راح يصير عندي اكس تساوي اي انفيرس بي. اذا المطلوب هسه حاليا شغلتين، الشغله الاولى هو ايجاد، يعني تحويل هذا نظام المعادلات الى نظام معادلات كوفيشنت ماتريكس يعني، وبعدين ايجاد الاي انفيرس، وبعدين طبعا نجد الاكس باستخدام هذه الطريقه. فالتمرين الاول نبدا به طريقه الحل، اهم شيء لان الموضوع بسيط، هو الاي نطلع الاي اول مره، الاي تساوي 1-1، صفه المعاملات، معامل الاكس 1 هو 1، معامل الاكس 2 هو 1، معامل الاكس 1 بالمعادله الثانيه هو 5، وهنا 6، هذه الاي، وعندنا بعد الاكس المصفوفة، اكس هي مصفوفة الاكس 1 اكس 2، واخيرا المصفوفة بي اللي تساوي 2/9. هاي الخطوة الاولى. اجي الخطوة الثانية هو ايجاد الاي انفيرس، طبعا ما شرط عليه هو الاي انفيرس باي طريقة، سواء طريقة باستخدام الخوارزمية أو باستخدام القانون الخاص بالأي انفيرس للمصفوفات 2x2. فنستخدم هذا الطريقة، نبدل 6 مكان الواحد والواحد مكان 6، وهاي طبعا أي دي ناقص بي سي، أي دي 1 في 6، 6 هذه ناقص بي سي 1 في 5، 5. وهنا أنا مجرد نبدل الإشارات هذولي ونحصل على الاي انفيرس لهذه المصفوفة، هذه 1 وتساوي، يعني الاي انفيرس يساوي طبعا هاي 6 ناقص 5 1، يعني ما تبقى نفسها، 6 ناقص 1 ناقص 5 و1. هاي الخطوة الأولى، لقينا أي انفيرس أو الخطوة الثانية، الخطوة الأولى حولنا إلى نظام المصفوفات، حولنا نظام المعادلات إلى أنظمة مصفوفات. الخطوة الثانية لقينا أي انفيرس، الخطوة الثالثة نطبق، نقول اكس تساوي أي انفيرس بي حسب القانون، حسب المبرهن يعني، وتساوي طبعا هسه لو نجي نرتبها شوية، خليني يؤدي إلى الاكس هي هذه اكس 1 اكس 2 تساوي الاي انفيرس هي هاي 6 ناقص 1 ناقص 5، وهذه 1، وبقى عندنا البي هي 2/9. طبعا هسه المطلوب هو ضرب، نضرب هذه المصفوفة اي في المصفوفة بي، ونحق نضرب لان هاي 2 في 2، عدد الصفوف 2 وعدد الاعمدة 2 ايضا، وصفوف مربعة، وهذه عدد الصفوف 2 وعدد الأعمدة 1، عمود 1، لذلك يصير نضربهم، يعني هاي 2 في 2 وهاي 2 في 1، 2 في 1 لافو، والناتج راح يكون هذه تروح ويا هذه، يعني هالشي على مود الحفظ، قلنا مو تروح، ماكو شي تروح، على مود نحفظها، فالمصفوفة الناتجة يجب أن تكون 2 في 1، يعني مثل هاي. مهم نضرب، نضرب ونشوف هذا الصف نقلبه عمود ونضربه في هذه المصفوفة، فراح يصير 6 في 2 12 زائد ناقص 1 في 9 ناقص 9، يعني 12 ناقص 9 وتساوي 3. وهنا أنا راح يصير هذا الصف نقلبه ناقص 5 في 2 ناقص 10، وناقص 10 زائد 9 راح يصير ناقص 1. وطبعا هذه تساوي مصفوفتين، وقلنا حسب تعريف تساوي مصفوفتين، اذا كل رقم، كل مدخل، كل انتريز
يساوي ما لي قابله، يعني اذا راح يصير عندي x1 يساوي 3 و x2 تساوي ناقص 1. وطبعا احنا اذا نريد نكتب الحل كالاتي راح يصير 3 ناقص 1 كزوج مرتب، وهو المطلوب، هذا نهاية الحل. اللي بعده أيضا 2 في 2، هذا 3، 3 في 3 أيضا نلقى المصفوفة ونلقى الـ A inverse مالتها. فذولي المصفوفات نجي هسه نلقى الـ A inverse بأي طريقة ما حددنا هو، راح ألقاها بصورة مباشرة، راح ألقاها باستخدام الموقع. طبعا الطالب المفروض ما يستخدم الموقع لأنه بالامتحان ما موجود عندك موقع. فأيضا لك أنت يعني شلون نلقى الانفيرس مال هاي المصفوف باستخدام الموقع. هذا هو الموقع، طبعا نكتب الجوجل وولفرام ألفا يطلع لنا، أو بأي طريقة أخرى، ونكتب انفيرس يعني هو خيارات هذه انفيرس، ونجي أول مرة نفتح القوس هذا المتوسط، هذا القوس، وبعدين أيضا نفتح قوس آخر هذا للإيعاز، وهسه للصف الأول. هذا فالصف الأول واحد ثلاثة واحد واحد فارزة ثلاثة فارزة واحد، أسد القوس يعني هذا الصف الأول خلصته، هو هم يعطيني إشارة هاي الخضرة إذا تشوفها، وأجي أكتب فارزة، أحط فارزة، وأجي أفتح قوس آخر وأدخل الصف الثاني 2 فارزة 2 فارزة واحد، وأسد القوس أيضا هذا اللي الصف الثاني، أجي للصف الثالث أيضا فارزة، وأفتح قوس للصف الثالث 2 3 1 2 3 1، وأسد القوس، وأسد القوس مال الإيعاز، وأضغط إنتر أو أدوس على هاي العلامة. أول مرة راح يكتب لي المصفوفة، هو لاحظ هل هي صحيحة، واحد ثلاثة واحد، واحد ثلاثة واحد مضبوط، اثنين اثنين واحد، اثنين ثلاثة واحد، إذا هي هاي المصفوفة، واحد ثلاثة واحد، اثنين اثنين واحد، اثنين ثلاثة واحد، وهنا انطاني الانفيرس مالتها، الانفيرس مالتها ناقص واحد، صفر واحد، وصفر ناقص واحد واحد، واثنين ثلاثة ناقص أربعة. طبعا قلنا هذه إلك أنت حتى تستخدم الموقع، لكن الطريقة المفروض الطالب يطلع الانفيرس بشكل يدوي، وهذا نقلته للانفيرس. إذا صار عندي هسه المفروض X تساوي أي انفيرس E، وهذا يؤدي إلى أن الـ X هنا عندنا الـ X X1 X2 X3 الاي انفيرس، اجي اعيد كتابتها ناقص واحد، واخيرا اكتب البي هاي البي، واجي اضرب هذه الاي انفيرس في البي، والمفروض يؤدي الى الحصول على مصفوفة بها عمود واحد وثلاث صفوف، حتى نقارن الاكس 1 الاكس 2 والاكس 3، نجي نضربهم هذولي، نضرب هذه في هذه، هذا الصف نقلبه أمام هذا العمود، فيصير عندي ناقص واحد في أربعة ناقص أربعة زائد صفر زائد ثلاثة، راح يصير عندي جيد ناقص واحد، خلصنا. هسه هذا الصف نقلبه هنا، صفر في أربعة صفر، ناقص واحد في ناقص واحد موجب واحد، وواحد في ثلاثة ثلاثة، هاي إذن راح يصير أربعة هنا، وهنا اثنين وثلاثة بست بناقص أربعة، نضربهم اثنين في أربعة ثمانية، وثلاثة ناقص واحد، ثلاثة في ناقص واحد ناقص ثلاثة، وناقص أربعة في موجب ثلاثة راح يصير ناقص 12، ونطلع الناتج مال ذولي الأرقام اللي هو ناقص سبعة، ونمسح ذولي ونتأكد من حالنا صح لو خطأ، من يعني هو حالة بالمزمة، وناقص واحد أربعة ناقص سبعة، الحل مالتنا صحيح، والبقية نفس الشيء. طبعا هو بسيط الموضوع، لكن الطالب يجب أنه يعني شلون يمرن إيده،
ورقة وقلم ويباشر بنفسه في حل النظام، وأيضا يقيس وقت لا ننسى بالنسبة إلى الوقت، يشوف نفسه شقد يحل السؤال يعني على مود ينظم وقته بالامتحان. هل هيج سؤال 3 في 3 على سبيل المثال يكفيني شقد ربع ساعة 10 دقائق حتى أنظم وقتي بالامتحان؟